أهلا وسهلا فيكم. بدي بلش بالمثل اللي قالوا إلي صعب، إنه الأناقة هي سلوك، والمرأة الأنيقة هي امرأة تتمتع بالثقة، هيدي أهم شيء. اليوم رح نكمل الفيديو عن أسلوب الأناقة وشو هن النقاط اللي بتفقر إطلالة الصبية أم السيدة، وهالنقاط بيمشوا، بعض النقاط بيمشوا للرجال وللسيدات. وآخر نقطة، مع إنه منا دارجة، ما بعرف ليه بعد في صبايا بيلبسوها، بصراحة كتير بتفقر إطلالتهم، والأفضل نتعلم هالأمور كتير كتير صغيرة اللي بتخلينا بالمستقبل نروح لسيدات عن جد أنيقات. خليني بلش بأول نقطة، هيدول فساتين اللي منقلهم الباندج، يعني بصراحة لو السيدة جسمها حلو أصلاً هيدول ما بقى دارجين كتير، بس زيادة في كتير صبايا تلبس هالفساتين، مزلط من فوق قصير من تحت كتير كتير ضيق، هيدا ضد أكيد، مع أني أنا ما بحب هالكلمة، بس صدقوني هيدي مش حلوة للصبية أم السيدة الأنيقة. خليني روح على النقطة الثانية، بتعرفوا أوقات عنا جزادين ماركات كتير مهمة، أم عنا شوز كتير حلو وكتير غالي، يمكن مش مهم، بس صار قديم مجرح ما بقى لايق كعب، لأنه السكربينة أوقات على السواقة إذا بتلاحظوا بيبقى كمان مجلف. هون بدنا ننتبه، يا إما نظبطهم ناخدهم نظبطهم، يا إما ما نلبسهم، مش لأنه ماركة مهمة يعني لازم ضل أنا ألبسها، خصوصاً لما بكون أنا بشياكي وآخذي وقتي ومزبطة لبسي، وهالكعب مجرح أم مجلف أم جزدين مبين هيك كله مش حلو، ننتبه على هالنقطة كمان. بدنا نحكي عن ثالث نقطة، بتعرفوهم بدنا نرجع للتيتا ولماما حسب عمرها، للسيدة أنا بحكي تيتا لأني أنا كبيرة، بس للصبايا ماما، ماما اللي بتضل تقطب لنا أوقات تيابنا، أوقات كتير بيبقى بس زر ناقص، هيدا كتير بفقر من إطلالة الصبية. الأفضل نقطب الأشياء حتى لو شو ما كانت صغيرة، نقطبها بتطلع أشياك وبتحسوا إنه هيدي إنسانة راقية. الألوان، هون بدي أرجع على طول لاختصاصي اللي هو الإتيكات. الإتيكات بتقول ما فينا نلبس أكثر من ثلاث ألوان. أنا اليوم نسقتهم مع الجينز، مقصود لأقول جاكيت فيها ألوان كتير، ما فيي أنا إجي حط لون كتير ظاهر ما إله دخل بلون الجاكيت، بده يكون في تنسيق بالألوان. وبرجع بقول كلنا غلطنا هيدول فيهم، بس مع الوقت الإنسان بصير يتعلمهم. خامس نقطة وهي الأوفر سايز، الأوفر سايز التياب اللي كتير واسعة، ما في شك إنه إذا واحد لابس تياب شوي ضيقة يلبس قطعة وحدة واسعة أكيد بتعطي حلو، بتعطي كتير حلو. ليه؟ لأنه بتكون هي عم تعطي توازن بالجسم، أما نلبس كله واسع ما بفتكر في سيدة أنيقة بتلبس هالقد واسع وبيطلع جميل. وآخر نقطة وقال لي هي ما بعرف منا دارجة بالأصل ما كانت حلوة ما فيها أناقة، هن التياب البراءة خصوصاً تحت الجاكيت بيبقوا لابسين مثل ما عم فرجيكم إنه هن على الموضة وإنه شيء بيلفت النظر، بس هيدا شيء منه لايق. أنا بشكركم، وإذا عجبكم الفيديو لايك شير اند سبسكرايب.